دلوقتي يا اولاد نخش بقى على الايه الاكسرسايز الخاص بالايه بالتدريبات. هنفتح بيج نمبر 12 في الكوميولاتيف نمبر 10 اللي هو يونت 9 ليسون 3. اول واحده نحسبها ازاي؟ طلع معاكم كام؟ 7 بلس 5 5 و7 هتبقى كام؟ بص كده دي ال 4 وال 3 كام؟ 7 7 ماشي. وعندنا ال 3 وال 2 كام؟ هتبقى 5 اوفر كام؟ 5 اوفر 5. طب ما احنا عارفين ان 5 اوفر 5 بكام يا اولاد؟ مش ب 1؟ وال 7 تبقى كام؟ هتدينا ايه؟ اللي مش عاملها كده يكتبها، يلا يكتب الحل. نمبر بي 4 ماينس 2، اول حاجه نشوف الفراكشن ده اللي هي دي كده. طبعا ال 4 اوفر 7 اكبر من ال 2 اوفر 7 صح؟ يبقى ما فيش محتاجين نستلف، مش محتاجين ايه؟ نستلف. مش محتاجين نستلف. نشوف مع بعض الهول مع الهول. ال 4 ماينس 2 بكام؟ ب 2؟ ماشي. وهنا 4 ماينس 2 بكام؟ ب 2 اوفر كام؟ 7 يعني. اللي مش عاملها كده يصلحها. اللي بعديها هناخد ديت 4 ماينس 2 اند 1 اوفر 4، يبقى هنا لازم نستلف واحده ب 4 اوفر 4 صح؟ مش كده؟ يعني دي ال 4 دي اكنها هتبقى ايه؟ هتبقى 3 اند 4 اوفر 4 صح كده؟ ليه اخترنا الدينومينيتور 4 وليه اخترنا 4 اوفر 4؟ لان هنا تحت ايه؟ في 4. مش ال 3 اند 4 اوفر 4 هي نفسها ال 4؟ ليه؟ لان ال 4 اوفر 4 ب 1 بلس 3 ب 4 صح؟ هنقول ماينس ال 2 اند 1 اوفر ايه؟ 4. مش كده يا اولاد؟ طبعا ال 3 ماينس ال 2 بكام؟ هتديني هنا ب 1. مستر هي 1 اند 3 اوفر 4. هتديني هنا ايه؟ ال 3 ماينس ال 2 بتديني ايه؟ 1. 4 ماينس 1 بكام؟ ب 3 اوفر كام؟ اوفر 4. 3 اوفر كام؟ 4. نيجي هنا كده نكتب هنا كده نصلحها، يبقى تحت كده هنكتب 4 زي ما هي، و 4 النيميريتور هنا 4 وهنا 1، الفرق بينهم كام؟ 3. يبقى 1 اند 3 اوفر 4. حلينا؟ في حاجه واقفه قدامنا؟ طب نيجي هنا بقى. مستر يعني هو هيدينا الرقم هو ما ادهالك كده، لو ادالك هول كده لازم تعمليه عباره عن زي ميكسد نمبر كده. تقولي لي هو 3 اند 4 اوفر 4، طب ليه؟ عشان تشيلي منها ال 1 اوفر 4 دي. ال 2 هتشيليها سهل. اما هتشيلي ال 1 اوفر 4 دي ازاي؟ مش هينفع، فلازم تعملي حاجه زي فراكشن كده عشان تشيلي منها ال 1 اوفر 4 دي. نمبر ايه ما فهمتهاش الاول؟ نمبر ايه؟ نمبر ايه بيقول لك ال 4 وال 3 كام؟ يديني 7 صح؟ اه. وال 2 وال 3 كام؟ 5. وتحت في كام؟ 5. فهو بيقول لك هي كده حلها صح، دي كده حلها صح، بس هو قال لك هي على نفسها عباره عن ايه؟ تاني ان ال 5 اوفر 5 بكام؟ 5 ديفايد 5 بكام؟ مش بوان؟ اه. بلس 7 يبقى كام؟ يبقى 8. عرفت كده ازاي؟ طيب نيجي هنا بقى بالنسبة لدي، هنشوف هنا دي، ناخد هنا بقى نلون شوية بقى حاجات تانية كده عشان ايه يبقى شغلنا حلو. تعال هنا بقى هناخد الرول مع بعض، وهنا ال1 وهنا ال2 صح؟ يديك كام؟ يديك 3 صح كده؟ ايوه. وهنا بقى نجمع تحت هنحط ايه؟ ال8 مش كده؟ هنا بقى ال3 وال4 كام؟ 7 بلس 3 يديني 10 كده صح، بس ما ينفعش نسيبها كده. هي هنقول بقى ال 10 اوفر 8 هي عباره عن 1 اند دي كده، هعمل لكم عليها كده، هي نفسها عباره عن 1 اند 2 اوفر 8 صح كده يا اولاد؟ مش هي كده؟ طب ال 3 دي لما ناخدها مع ال 1 هتبقى ايه؟ هتبقى 4 صح؟ مستر طريقتين صح يعني؟ اه بس هو الصح انك تعملها كده احسن يعني. مستر انا عاملها كده ماشي، انا بقى بعلمك حاجه ثانيه. ال 10 اوفر 8 فكها، لان انت لازم تطلع 1 هول كمان من دول، هو ده اصح اللي انا بعمله دلوقتي، اللي انت عملته صح بس مش كامل. صح بس ايه؟ مش كامل. طب دي بقت 1 اند 2 اوفر 8 صح؟ طب ال 1 دي لما نجمعها مع ال 3 دي نضيفها على ال 3 مش هتجيني 4؟ وهتبقى ايه؟ 2 اوفر 8. في حد مش فاهم؟ ماشي. نيجي بعد كده السؤال اللي بعده، نمسح شويه من هنا عشان خاطر ايه نكمل بقى الحلول دي. هتشوفوها خلاص، اللي اتحل ده هتشوفوه خلاص، تقدر تثبت الشاشه وتعرف الحلول اتعملت ازاي، بس عشان نلاقي مكان نكتب فيه. خلاص يا اولاد؟
نركز مع بعض. فاضل لنا ايه؟ الاثنين الاخاره دول. طب نعمل ايه هنا؟ اول حاجه دي 1 وهنا 2 اوفر 9 وهنا 4 اوفر 9. طب ازاي نشيل الفراكشن ده والفراكشن ده من هول نمبر؟ يبقى الهول ده نمبر ده لازم نحوله لفراكشن. ايوه ال 1 ده هو عباره عن ايه؟ 9 اوفر 9 صح؟ لان في تحت 9، هنا في 9 وهنا في 9، يبقى لازم نختار دي ايه؟ 9. يبقى هنقول هي عباره عن 9 اوفر كام؟ 9 ماينس كام؟ ماينس 2 اوفر 9 ماينس كام تاني؟ 4 اوفر 9 ايكوالز كام بقى؟ 3 اوفر 9 ايكوالز كام؟ 4 اوفر 9. تعالوا نشوف مع بعض واحده واحده، ما نستعجلش. نقول ايكوال هنا ال 9 هنشيل منها ال 2 وهنشيل منها ال 4. لما نشيل منها ال 2 تديني كام؟ 7. لما نشيل منها ال 2 تديني 7. ونرجع نشيل منها ال 4 تديني كام؟ 3 اوفر 9. 3 اوفر 9. تعرفوا ال 3 اوفر 9 نفسها دي هي نفسها 1 اوفر 3؟ اه. صح؟ ماشي، عشان لو جات لك تشويس نعرف نتعامل معاها. خلاص؟ نيجي بعد كده هنا دي 4 اوفر 5. دي في ايه؟ 4 اوفر 5. وهنا 2 اند 1 اوفر 5، شكلناها ايه؟ هنجمع عند هنا الهول يبقى 2 وال 4 وال 1 يبقى كام؟ 5 اوفر كام؟ 5. هي ال 5 اوفر 5 دي بكام يا اولاد؟ 4 اوفر 1. مش ب 1 وال 2 هتبقى كام؟ 3. هتديني 3. خلاص اتفقنا؟ في حد مش فاهم؟ لا لا ده بقى طالع معاكم كام؟ لما 4 4 اوفر 7 كام؟ 4 4 اوفر 7 4. برافو عليكم صح؟ اند 4 اوفر 7. طب ليه؟ ليه؟ مش لما قلنا الرقم ده هيمينسه على قد ايه؟ لما نلاقي الرقم الكبير رقم كبير هنشيل منه رقم يجيني ده، يبقى نجمع الاثنين دول مع بعض يجيني ده صح؟ يبقى ممكن نماينس ده من ده مكان ده صح؟ يجيني ده. يبقى احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ نقول ماينس الكبير ده هنشيل منه الرقم ده هيجيني ايه؟ الرقم ده. عرفنا؟ نمبر اي 4 ديت؟ نمبر اي نمبر اي دي مش هينفع؟ لا اي 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 محلتها اه محلتها. طب ماشي ثواني بس خلص واحده واحده، فهمنا دي؟ خلاص دي اول واحده. الثانيه هنا لما يكون في رقم كبير هنا ميسنج مش موجود هنماينس منه ده يجيني ده، مش معناه ان هو الرقم الكبير ده نعمل اد للاثنين دول مع بعض طلع معاكم كام؟ لا هي دي مش حللها 1 ماشي. اه يبقى انت عشان تحل دي، عشان تحل دي تحديدا لما تجي لك حاجه زي كده الرقم الكبير هو اللي ناقص ومديك الرقمين الصغيرين دول، الرقم الكبير ده نجمع الاثنين دول مع بعض نعمل لهم ايه؟ لما نجمعهم نعمل لهم ايه؟ هيطلعوا ايه؟ 7. هيطلعوا 7 اند 3 اوفر 3 صح؟ يعني ايه؟ فاهم؟ احنا عندك رقم كبير هتشيل منه الرقم ده هيديك ده، يبقى هو الرقم الكبير مش عباره عن الاثنين دول مع بعض؟ اه. احنا لما كنا بنقول يا اولاد 1 بلس 2 تديك كام؟ 3. 3 ال 2 دي معناها ايه؟ ال 3 ماينس ال 1 صح؟ وال 1 دي معناها ايه؟ ال 3 ماينس ال 2. يبقى لما يكون عندي رقمين الرقم الكبير هو اللي مش موجود يبقى في الحاله دي هنجمع الاثنين الثانيين نعرف نجيب الرقم الكبير صح؟ يبقى هنا هنكتب ايه؟ 8 اللي هي 7 اند 3 اوفر 3 يعتبر 8. اللي بعديها هنا 8 اند 5 اوفر 6 بلس كام يديك 9؟ يبقى هنعمل هنا ايه؟ ماينس. هناخد الرقم الكبير ده الناتج نماينس منه ده يطلع الفرق 1 اوفر 6 طلع كام؟ 1 اوفر 6. لا غلط مش حل. اه هنا بقى نركز مع بعض 1 اوفر 6 نركز مع بعض يا حبيبي ما تستعجلش احنا بنتكلم على دي. شوف هي دي ماينس دي، دي كده هنعمل ماينس دي يديك الفرق صح؟ هو فاضل هنا دي هتبقى 9 اه سوري سوري صح الولد ده صح 1 اوفر 6 لان دي عباره عن 8 اند 6 اوفر 6 صح؟ يبقى كده هنزود 1 هنا عشان تبقى 6 اوفر 6. برافو عليك مستر.
ايه دي؟ ايوه. حاضر تاني نرجع مع بعض تاني. هنا بقى الميزه ان احنا نقدر نمسح كده براحتنا ونشتغل. بص كده يا اولاد، هنا فاضل كام عشان نوصل لل 9؟ ال 9 دي نسال نفسنا مش عباره عن ايه؟ اند 6. لا لا، اند 6 اوفر 6. مش ملاحظين حاجه؟ ال 8 هنا موجوده وال 8 هنا موجوده. ال 6 هنا في الدينومينيتور موجوده وفي الدينومينيتور هنا موجوده. هنا 5 نضيف عليها كام عشان تبقى 6؟ 1. يبقى 1 اوفر كام؟ لا انت هتضيفي حاجه على ال 5 عشان تبقى 6 فوق. طيب انت دي ال 9 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 8 اند 6 اوفر 6. طيب ال 8 هتبقى زي ال 8، يعني دي كده هتبقى زي دي، وهنا ال 6 هنا تبقى زي ال 6 هنا. هنا ال 6 اللي فوق دي نضيف كام بقى على ال 5 عشان تبقى 6؟ 1. نضيف 1 فهتبقى 1 اوفر ايه؟ 6. او انك انت تعمل دي ماينس لدي، تعمل دي تقول ماينس لدي، هتقول دي ماينس لدي يعني ايه؟ ال 8 ماينس ال 8 بزيرو، خلاص ال 6 تنزل. هناخد ال 6 دي نعمل ماينس لل 5 هتديني ايه؟ 1. بطريقه ثانيه يبقى ممكن نعمل هنا اد ونجيبها، ممكن نعمل ماينس ونجيبها. السؤال اللي بعد كده، هنا 1 ايكوال كام اوفر 7؟ 7. يعني احنا عارفين اي حاجه على نفسها تديني ايه؟ 1. يبقى دي الاجابه الصحيحه. طب ايه الديفايد لكام هتديني 2؟ 8. 4. ليه؟ لان ال 4 تايمز ال 2 تديني ايه؟ 8. طب هنا 4 اند 2 اوفر 3 كام؟ نكتب هنا كام؟ هنا هنعمل ايه؟ طلع الاجابه كام عندكم؟ هي ايه؟ دي نمبر اف دي اف طلع كام؟ 14. 14 ليه بقى؟ عارفين ولا مش عارفين؟ لان احنا هنا ثواني بقى، ثواني سيبها لي عشان اشرحها للزمايله. هنا بنعمل تايمز وهنا نعمل ايه؟ بلس. مع بعض بقى ونمشي كده في ايه؟ مع عقارب الساعه كده. ال 3 تايمز ال 4 بكام؟ 12. 3 تايمز 4 بكام؟ 12. سوري هنا 12 بلس 2 تديني 14 اوفر كام؟ 3. نخش في السؤال كده. هنا بيقول لك فايند ذا ايكويشن، سوري فايند ذا كوشنت، كوشنت الناتج. طيب هنا نعمل ايه؟ نعمل ديفايد عادي. 800. طلع كام؟ برافو عليك 800. يبقى كده دي طلع ايه؟ 800. واللي جنبيها ليه 800؟ عارفين؟ عشان احنا اول حاجه عملنا اكن ايه؟ عملنا اللونج ديفيجن عادي. طيب هنا ال 6 ديفايد لل 8 ما ينفعش، ال 64 ديفايد لل 8 تديني 8، وال 2 0 دول اللي باقيين هيتحطوا كده جنب بعض. خلاص هنا تعالوا نعمل دي ديفايد لل 6 528. جبناها ازاي؟ تعالوا كده نذكركم مع بعض بالايه؟ باللونج ديفيجن. اول حاجه بنحط الرقم الكبير ايه؟ جوه. هنا تعالى بقى نعمل كده، الرقم الكبير نحطه جوه. الرقم الكبير اللي هو كام؟ 3168 مش كده؟ تعالوا نشوف مع بعض، كبر دي كده. واضحة؟ اه. لحظة. ثواني. واضحة كده؟ اه. وهنا هنحط ايه؟ هنحط ديفايد للكام؟ لل 6. يبقى هنا نكتب ايه كده؟ 6. تعالوا نشوف مع بعض بقى. ال 3 ديفايد لل 6 ما ينفعش. 2. فأكننا بنحط 0 هنا، ما ينفعش، صح؟ فزيرو، انت عارفين ان زيرو على الليفت ليه لازمه اصلا؟ ليه اي لازمه؟ الزيرو على الليفت ليه اي لازمه؟ ملوش اي لازمه، بس احنا هنحطه بس للتوضيح. نيجي هنا 3 اوفر 6 بكام؟ بزيرو، ما ينفعش. فهناخد ال 1، نعم يا حبيبي. وانا عادي لو ما حطيتهوش وملوش لازمه. عادي ملوش لازمه، انا بس بوضح لكم يعني. احطه ولا لا؟ لا ما تحطوش عادي. 3 ديفايد لل 6 ما ينفعش، بس انت لما بتعملها له كده بتقول له انك فاهم يعني. اهي. طيب نيجي بعد كده ناخد ال 1 جنب ال 3 صح؟ يبقى 31 ديفايد ال 6 بكام؟ مفيش حاجه في التايمز تيبل مالتبلاي في ال 6 تديني 31 صح؟ مش موجود في التايمز تيبل بتاع ال 6. اقرب حاجه ليها ايه؟ بس اقرب حاجه ليها الايه؟ ايتين. الايه؟ ايتين. ازاي؟ لا بعيده ال 30، لان 5 تايمز 6 ب 30. يبقى نختار هنا كام؟ ال 5.
نختار ايه؟ ال 5. 5 تايمز 6 بكام؟ ب 30. صح كده؟ طيب نماينس بقى عشان نطلع الفرق، نماينس عشان ايه؟ الفرق طالع كام؟ الفرق بينهم 1. طب نكتب بقى هنا، نحطه هنا صح كده، ان احنا نحطه فين؟ هنا كده، هيبقى هنا كده ايه؟ 1. تعالوا نمسح دي كده عشان نكبرها شويه، نعملها كده اهو، يعني اكننا بنقول دي كده ونقول دي كده وننزل دي كده، ماشي؟ متفقين؟ نعمل كده تاني، تعال هنا يبقى 1، اللي عليه الدور ينزل فين؟ 6 هتبقى كام؟ هتبقى 16 ديفايد بال 6 16 ديفايد بال 6 هتديني كام؟ نمسح دي كمان عشان مش واضحة، هنا طبعا قلنا هنا هتبقى 30، اللي عليه الدور اللي هو ايه؟ اللي هو ال 6، هننزل كده ايه؟ نعمل لها دروب داون، فهتبقى كده كام؟ 16 ديفايد بال 6 3 تايمز 6 ب 18، ازاي بقى؟ يبقى 2، نختار ال 2 لان هي ار، 2 تايمز 6 بكام؟ ب 12، بما ان نكتب فوق هنا ايه؟ ال 2 كده 2 تايمز 6 ب 12، ونجيب الديفرنس الفرق صح؟ نعمل ايه؟ نعمل ماينس، نعمل ايه؟ ماينس كده. طب نطلع الديفرنس الفرق هيبقى كام؟ 4 صح؟ مين اللي عليه الدور ينزل؟ هتبقى ايه؟ هتبقى 48 ديفايد بال 6 هتدينا 8 تايمز 6 هتدينا هنا 8 و8 تايمز 6 هتديني 48. لما نيجي بقى نجيب الديفرنس اللي بينهم هيبقى ايه؟ 0. هيبقى كام؟ 0. اللي بقى يوصل 0 48 ماينس 48 يا محمد. ايه كل ده 0؟ كل ده عشان خاطر 0؟ خلاص اتفقنا؟ نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده، دي هتطلع كام بقى معايا؟ 528 هتطلع كام؟ دي الاجابه الصحيحه. نعم. ايه فوق الحرف؟ هو انا ينفع اه ينفع، انا بس بعلمك ازاي تجيبه عشان للناس اللونج ديفيجن بس يعني. لا عادي. هنا بقى بيقول لك سولف ذا بروبلم يور وورك، شو يور وورك. هنا بالترتيب نخلص ايه قبل ايه؟ مين الشاطر؟ الماينس عشان نخلص ايه؟ الماينس عشان نعمل عليه. لا غلط. الديفايد والباي اول حاجه. الديفايد والباي، طب لو في عندنا براكتس يبقى نخلص ايه؟ البراكتس الاول، صح كده؟ وخلص ايه؟ البراكتس الاول. تعالوا نشوف مع بعض بقى كده. اول حاجه البراكت مفيش صح؟ فبس اللي فيه ايه اللي بعديها؟ اللي هي الديفايد. نخلص الديفايد. هنسال نفسنا 15 ديفايد لل 5 بكام؟ دي كده بكام؟ دي ب 3. دي كده بكام؟ ب 3. دي كده ب 3. هنا هتبقى 53 ماينس 50 هتديني 23. نضيف عليها 3 يبقى كام؟ هتديني في الاخر 26. هتديني كام؟ 26. خلاص؟ هنا بقى طبعا في البراكت هنا. هنا دي نفكها الاول، ال 8 ماينس ال 5 بكام؟ ب 3. صح كده ولا غلط؟ 3 تايمز 6. قبل ما نعمل البلس نعمل التايمز، فكأننا بنقول هنا 24 صح كده؟ كنت وين يا مستر؟ نعم؟ كنت وين؟ 24 بلس 3 تايمز 6 بكام؟ ب 18. يبقى مجموعهم كام كلهم مع بعض؟ هيديني 42. طالع معاكم كده؟ فهمنا؟ تيجي ازاي؟ طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيترا هاز 5 اند 3 اوفر 4 من الكيك. شي جيف 3 اند 1 اوفر 4 تو هير براذر. يعني ادت لاخوها كام؟ 3 اوفر 3 اند 1 اوفر 4.
هاو ميني كيك ليفت داز شي هاز، يبقى معاها قد ايه؟ 2 and 2 over 4. اه بصوا عملنا ايه؟ عملنا هنا ماينس، عملنا ايه كده ايه؟ ماينس، عملنا كده ماينس، تعالوا نشوف ازاي. هنقول هي هنا اصلا عباره، هنقول 5 and 3 over 4 كله ينتبه عشان نجيب الباقي نعمل ماينس، كان معاها الكميه دي من الكيك اديت لاخوها 3 اند 1 اوفر كام؟ 4 ايكوال بقى الديفرنس اللي هو الليفت بقى اللي باقي كام؟ ال 5 ماينس ال 3. اول حاجه نشوف الفراكشن هنا ده اكبر من ده، مفيش مشكله، يبقى نمسك في الهول 5 ماينس 3 بكام؟ 2 وهنا 3 ماينس 1 2 اوفر 4. تعرفوا ان 2 اند 2 اوفر 4 هي نفسها ايكوال، وهناخدها دلوقتي 2 اند 1 اوفر 2، هي ولا مش هي؟ هي. مش نيجي بقى في الصح والغلط، أول واحدة غلط. أول واحدة طالعة غلط، برافو عليكم. التانية صح. التانية غلط. التانية صح، ليه بقى؟ هنا دي أكنها هنا أكنها دي 3 أند 6 أوفر 6، انتبه. الـ 4 دي 3 أند 6 أوفر 6، الـ 3 هتبقى موجودة والـ 6 أوفر 6 هنشيل منها 1 أوفر 6 هتديني 5 أوفر 6. يبقى الإجابة صح. اللي بعديها غلط برضه، لا اللي بعديها صح برضه. ليه بقى؟ هنا 8 اوفر 3، مش هي نفسها 2 اند 2 اوفر 3؟ ليه؟ ال 2 ديفايد 2 تايمز ال 3 ب 6 هيتبقى 2 اوفر 3، يبقى الإجابة صحيحة. اللي بعديها غلط، برافو عليكم، الإجابة غلط. اللي بعديها غلط صح. لا صح، ليه بقى؟ تعالى هنا نشوف نعمل ديفايد ال 12 ديفايد 6، بصين هنا 12 ديفايد 6 نعملها على طول بقى يا محمد زي ما انت بتقول، تديني 2 على طول صح؟ وال 7 ديفايد 6 ب 1 هيتبقى ار كام؟ هيتبقى 1 صح؟ يبقى الاجابه صح ولا غلط؟ صح. اللي بعديها غلط، لا الاجابه اللي بعديها برضه صح. صح. نيجي هنا بقى ال 321 سوري ال 320 ديفايد بال 1 هتديني 320، ودول مع بعض يديهم 320، يبقى الاثنين ايكوالز ولا مش ايكوالز؟ كده خلصنا الهوم ورك يا اولاد، دي الجزء الثاني من الهوم ورك، ونخش يلا على ليشن جديد نبدا الدرس ان شاء الله.